مرحبا، معكم أفنان. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام التمام. في فيديو اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض فطاير بطريقة كتير سهلة وبسيطة. مكوناتها كمان مش كتيرة، ما بتحتاج لا خميرة ولا شيء. بس قبل ما نبدأ بعمل الفطاير مع بعض، إذا كنتوا أول مرة على القناة لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس، وإذا أنتوا فعلا موجودين بالقناة أهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي. للعجينة رح نحتاج حوالي 3 كاسات من الطحين. طبعا يفضل انه نحن نستخدم نفس الكاسة في اللي هو استخدام كل المكونات اللي رح نحتاجها علشان تطلع معنا العجين مظبوطة. تمام، عندي هنا 3 كاسات من الطحين، رح اضيف لها شوية ملح، كمان رح اضيف لها كوباية من المية وربع كاسة من الزيت النباتي. طبعا اي نوع زيت متوفر عندكم، حوالي ربع كاسة. تمام، راح نركب العجان ونبدأ نعجنها. طبعا ممكن تعجنوها بايدكم ما في مشكلة، بس انا راح استخدم العجان اليوم. طبعا هنستمر بالعجن حتى تتماسك معنا العجينة وتصير ما بتلزق. طبعا العجينة ما بتاخد وقت طويل بالعجن، يعني حوالي 5 دقايق بالعجان، بتحتاجوا ربع ساعة لو بتعجنوها بايديكم. تمام، وبس نتأكد ان العجينة يعني ملمسها وقوامها منيح، وبس راح نغطيها ونتركها ترتاح حوالي نص ساعة وبعدين نبدأ نشتغل فيها. طبعا كل ما ريحتوها بوقت اطول كل ما كان الشغل فيها اسهل واحسن. تمام، نبدأ نحضر الحشوة. وزي ما حكيت لكم الحشوة ممكن يعني تغيروا فيها زي ما تحبوا، فانا هنا راح استخدم حشوة اللحمة المفرومة. ممكن تحطوا حشوة سبانخ، حشوة زعتر وزيت، ممكن تحطوا الحشوة جبنة، يعني انواع من الاجبان زي ما تحبوا. فهي هذه يعني فرصة لكم انكم تغيروا وتنوعوا فيها زي ما تحبوا. تمام، فعندي هنا حوالي زيت نباتي، حطت زيت نباتي، راح اقلي فيها البصل وبس يدبل معي شوي راح انزل اللي هي اللحمة المفرومة. طبعا استخدمت اللي هو لحم البقر، ممكن تستخدموا لحم الغنم او اي نوع، او ممكن تخلطوا بين نوعين من اللحم بينفع، بس اهم شيء يكون اللحمة مفرومة. تمام، وبس بدي اياها تتسطوى على النار، وكمان راح اضيف لها البهارات والملح والفلفل الاسود، كمان راح اضيف لها سماء بيعطيها حداقه وبيعطيها طعم كتير منيح. تمام، كمان ضفت لها معلقه من الكمون، وبس هاي البهارات اللي استخدمها. ممكن تستخدم البهارات السبعه او اي بهارات متوفره عندكم، او اذا ما بتحبوا كمان تحطوا بهارات عادي ما في مشكله، المهم هذا بيرجع لذوقكم وكيف انتم بتحبوها. وبس راح نخلي اللحمة تستوي بشكل كامل ونخليها تبرد بحرارة الغرفة، وبعدين نبدأ نحشيها في العجينة. عندي هاي العجينة بعد ما ارتاحت قطعتها لكرات صغيرة. طبعا بعد ما بقطعها بخليها ترتاح شوية هيك حوالي 10 دقايق وبعدين ببدأ اشتغل فيها. طبعا ممكن تفردوا العجينة باللي هو الشوبك. تمام، انا هفردها بشوية زيت، احاول امدها على قد ما بقدر، وبعد ما امدها بحط فيها الحشوة وبلفها على هيئة رول، بعدين بلفها حوالين نفسها عشان تصير على شكل حلزون. طبعا بعمل كل الكمية بنفس الشكل وبعدين بصفهم بصينية، طبعا بصينية الخبز. في هذا الوقت بكون شغلت الفرن على حرارة 200 درجة، بعدين بدخل الصينية لتنخبز على 200 درجة، وبس يتحمر معايا بطلعه من الفرن. وبألف صحة وعافية عليكم. وبس هذه كانت وصفة اليوم، وصفة الفطاير بحشوة اللحمة المفرومة، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة. فإذا حبيتوا لا تنسوا تعطوها لايك وتشاركوها مع أصدقائكم، وإذا أنتوا أول مرة على القناة لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس، وإن شاء الله أنا بشوفكم على خير بالفيديو الجاي. مع السلامة.